صنع في فلسطين تزين هذه المركبة التي صممت وصنعت بأيدي مجموعة من طلبة كلية التدريب التابعة لأونروا. السيارة التي بدأت فكرتها قبل عامين جاءت كحصيلة للتمارين النظرية والتطبيقية للطلبة في أقسام سمكرة السيارات والدهان والميكانيكا وأنظمة الكهرباء. اندفاع الطلاب تولد إنه التمارين اللي بيعملوها عمالهم على شكل شيء حي، شيء حيمشي، شيء حيأخذ ضخم، شيء حيأخذ زخم إعلامي، شيء حيستفيدوا منه المجتمع، حيستفيد منه. فكانوا مندفعين إنه هم بينجزوا هذا الإنجاز بشكل منظم وبشكل دقيق. بالإرادة والتصميم نجح الطلبة في تحويل رسوماتهم ومخططاتهم الهندسية إلى حقيقة عبر هذه السيارة. الفكرة قد تبدو محدودة قياسا بدول أخرى، لكنها تمثل أنموذجا لتحدي الواقع والتكيف مع الإمكانات المتوفرة. نحن بحاجة لأن نعزز القيمة الإيجابية لسمعة التعليم المهني والتقني. هو مستقبل الشباب، هو مستقبل الشباب في البناء، هو مستقبل الشباب في حل مشكلات البطالة، هو مستقبل الشباب في بناء التنمية والبدء في التنمية برغم محدودية الموارد. 16 شهراً وبمعدل 5 ساعات يومياً استغرق تصنيع هذه السيارة التي نفذت بأيدي الطلبة من حيث التصميم وتصنيع الهيكل والجسم، بينما تم اللجوء إلى سيارة تالفة للاستفادة من محركها وآلة الجر. التجربة نوعية بالنسبة للطلبة، لكنهم يطمحون إلى تبني قدراتهم وإمكاناتهم. كنا مش متخيلين كتير تصل للإشي هذا، بس مرة عمرة كانت السيارة تحلو أكتر وأكتر، ويوم عن يوم بزيد الشغل. بطلب من المؤسسات الوطنية تتبنانا بعد الشغل هذا، لأنه هذا السيارة كانت أول مشوارنا، لسه في حاجات كتيرة أكتر من هيك بنقدر نعملها، وفي اللي مش مساعدنا هالإمكانيات، لأنه في غزة بنقدر نعمل اللي بدنا إياه، في عنا كل إشي. هكذا يبدع طلبة غزة إبداع يعكس روح الإرادة الصلبة في التأقلم مع الواقع مهما كان صعبا. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.